إذا عندكم النية تترشحوا لمجالس الإدارة المحلية في محافظات المملكة وكنتم من فئة الشباب بالفئة العمرية من 25 ل 40 سنة، يطلق صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية وبالشراكة مع معهد السياسة والمجتمع مشروع التمثيل الفعال للشباب في مجالس الإدارة المحلية، يلي من خلاله رح تقوي قدراتكم على كيفية طرح برامجكم الانتخابية وتنظيمها من خلال ورشات عمل في إدارة الحملات الانتخابية وتنمية المهارات الإعلامية. وفي مرحلة لاحقة رح يقدم المشروع برنامج تأهيلي للفائزين منكم في الانتخابات لتعزيز قدراتكم في الإدارة المحلية. مشروع التمثيل الفعال للشباب في مجالس الإدارة المحلية هدفه تعزيز مشاركة الشباب وحضورهم المجالس البلدية والحكم المحلي. فرصتك لتقدم الأفضل لمجتمعك المحلي.